علكة من العصر الحجري فيها 1000 قصة وقصة. شمال ما يعرف حاليا بمدينة غوتنبرغ السويدية وفي أقدم المواقع الأثرية في الدول الإسكندنافية، اكتشفت علكة مضغها مراهقون في العصر الحجري ضمن موقع هاسيبي كلاف الذي عمره 9700 عام. قدمت هذه العلكة الأثرية إيضاحات عن أمراض الفم في تلك الحقبة، وذلك بفضل الحمض النووي الذي ما زال غير تالف فيها. إذا ما علمنا أن الحمض النووي للإنسان وللحيوانات لا يمحى من الطبيعة بمرور الزمن، استطاع علماء الحفريات في جامعة ستوكهولم وبعد تحليل الحمض النووي المحفوظ داخل العلكة أن ينسبوا عملية مضغها من قبل امرأة شابة بدأت تفقد أسنانها، لأن العلكة الأثرية كان فيها عدد كبير من البكتيريا يشير إلى حالة حادة من التهاب اللثة، بالاستناد إلى دراسة سويدية نشرتها مجلة Scientific Reports. كما أن الحمض النووي في العلكة السويدية الأثرية وفر معلومات عن النظام الغذائي لسكان أقدم المواقع الأثرية في الدول الإسكندنافية، والذين كانوا يعيشون على الصيد وجمع الثمار في عصور ما قبل التاريخ. فالتحليلات التي جرت للعلكة أظهرت أن المجتمع الإسكندنافي كان يتمتع بنظام غذائي متنوع من البندق والغزلان وسمك السلمون والتفاح والبط والثعالب. الباحث المشارك في إعداد الدراسة أندريس جيترستريم علق قائلا أن العلكة الأثرية السويدية التي درس الحمض النووي فيها للمرة الأولى في عام 2019 كانت تستخدم مثل الغراء لتجميع العناصر ببعضها البعض، ومن الجائز أن يكون المجتمع الإسكندنافي قد قام بمضغها للمتعة أو لأنه كان ينسب إليها مزايا علاجية.